السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم السبت 19/2/2022 ختام الجولة 21 من الدوري السعودي. اليوم ضمك فازت على أبها 3-2، أحرز هدف ضمك الثلاثة إيميليو زلايا من ضربة جزاء في الدقيقة 30، والعربي هلال في الدقيقة 51، وسيرجيو في تور في الدقيقة 67. هدفي أبها عن طريق أوروش ماتيتش في الدقيقة 15 وبلال العايفة في الدقيقة 43. الاتفاق خسر من الطائي 0-1، احرز ده في الطائي توبياس في غيره في الدقيقة 10. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على المباريات السابقة. بدأت الجولة يوم الخميس الماضي 17/2، الباطن خسر من النصر 3-4، التعاون تعادل أمام الاتحاد 1-1، الأهلي تعادل أمام الفيحاء 1-1، والهلال فاز على الشباب 5-0. أما أمس الجمعة 18/2، الحزم خسر من الفتح 0-1، والفيصلي تعادل أمام الرائد 0-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الدوري السعودي في المركز الاول الاتحاد ب 48 نقطه، النصر المركز الثاني ب 41 نقطه، الشباب المركز الثالث ب 40 نقطه، الهلال المركز الرابع ب 34 نقطه، ضمك المركز الخامس ب 33 نقطه، ابها المركز السادس 28 نقطه، الفيحاء المركز السابع ب 27 نقطه، الرائد المركز الثامن ب 26 نقطه، الاهلي المركز التاسع ب 25 نقطه، الطائي المركز العاشر ب 25 نقطه، التعاون المركز الحادي عشر ب 22 نقطه، الفتح المركز الثاني 10 ب 21 نقطة، الفيصل المركز الثالث 10 ب 21 نقطة، الاتفاق المركز الرابع 10 ب 20 نقطة، الباطن المركز الخامس 10 ب 19 نقطة، والحزم المركز السادس 10 والأخير ب 14 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين تاليسكا لاعب النصر المركز الأول ب 14 هدف، تساوى مع أودي نغالو لاعب الهلال، المركز الثاني ليندر توم بلاعب التعاون ب 13 هدف، ورومارينيو لاعب الاتحاد، والمركز الثالث إيميليو زلاي لاعب دمك ب 10 أهداف، وكريم البركاوي لاعب الرائد، والمركز الرابع بفدين بجوميز لاعب الهلال بتسعة اهداف، والمركز الخامس عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد بثمانية اهداف، وكارلوس ابريليو لاعب الشباب، وموسى ماريجا لاعب الهلال. خلينا نتعرف على ترتيب صناعة الاهداف. متابعين الكرام، تصدر صناعة الاهداف تختيس تايز لاعب الفيحاء المركز الاول صنع تسعة اهداف، المركز الثاني جورجو رونالدو لاعب الاتحاد صنع ثمانية اهداف، والمركز الثالث ماتيوس بيريرا لاعب الهلال صنع سبعة اهداف، المركز الرابع عبد الله العمار لاعب ضمك بستة أهداف، وأحمد الزين لاعب الرائد، وفواز الصقور لاعب الشباب، والمركز الخامس برونو هنريكي لاعب الاتحاد صنع خمسة أهداف، وإزغان أليوسكي لاعب الأهلي، ونارويج لاعب الطائي، وصالح الجمعان لاعب أبها. اشترك في القناة فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.